أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال أن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يحسن إلى أبنائه، وسألهم أي أب كنت لكم، فأثنوا عليه خيرا، فقال فإذا أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. فلما مات عمل أبناؤه بوصيته وأحرقوه، ثم ذروا رماده نصفا في البحر ونصفا في البر، فأمر الله البر فأدى ما فيه، وأمر الله البحر فأدى ما فيه، فاستوى العبد بين يدي الله قائما. فقال الله عز وجل له وهو أعلم: يا عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي، خشيتك وأنت أعلم. قال نبينا عليه السلام في آخر الحديث: فغفر الله عز وجل له.